حالة من المد والجزر تشهدها جبهات القتال في البيضاء، مع استمرار الميليشيا دفع تعزيزات عسكرية لها بغرض إحكام سيطرتها على المحافظة، إلا أن المقاومة الشعبية على امتداد مديريات عدة تفرض واقعا عسكريا مغايرا على الأرض، وتشن هجمات متفرقة مخلفة خسائر في صفوف الميليشيا. في آخر مستجدات الجبهة في المحافظة وخلال أيام شهر رمضان، كثفت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح هجماتها على مواقع تسيطر عليها المقاومة الشعبية في مديريات الزاهر وذي نعم والصومعة. هذه الهجمات رافقها قصف عنيف استهدف قرى آهلة بالسكان في مناطق المحصن والغول والأجردي في مديريات الزاهر وأشعاب ناصر ويافعان في مديريات ذي نعم. وعلى إثر هذا القصف شنت المقاومة الشعبية هجمات معاكسة على مواقع الميليشيا، خاصة في مديريات ذي نعم والزاهر والصومعة والقرشية. وخلفت العمليات العسكرية التي شنتها المقاومة الشعبية في تلك المديريات قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية متنوعة كانت تستهدف القرى السكنية. لم تكتف الميليشيا بعملياتها العسكرية، بل شنت حملة اعتقالات للمدنيين في مناطق عدة بتهمة التعاون مع المقاومة الشعبية وأقتادتهم إلى السجون. وبهذا يأخذ المشهد العام في البيضاء طابعاً خاصاً في ظل إصرار الميليشيا على البقاء فيها رغم تعرضها لخسائر دون توقف، الأمر الذي يدفع بالمقاومة الشعبية إلى تكثيف عملياتها في مناطق مختلفة.